موافقتها لستي معناها إنه حبك قدر ينتصر على أكبر تحدي إله لهلا، وإذا ما قدرت تبعدكن معناها ما في حدا بيقدر أبداً، وبدي منك طلب كبير شوي، حاولي تغيري عقليته لأخي لجيلنا. إيه، من 1921 لسنة 2021. إيفي أم هو أمي مثل ما هو. حبك لإله على شوي رح يخليني أبكي. أنا بتمنى عن جد إيشكي إنه أنتوا الاثنين تضلوا مع بعض وعلى طول وما تفترقوا. إيشكي؟ أهلين أخي، تعا سونو، تتذكري إنه كان في شخص على طول بيقول ما بيآمن بالحب، بيآمن بالعيلة وبس؟ ما هو نفس الشخص يلي قال إنه عنده عيلته أهم شي بالدنيا وما بيعترف بالحب؟ إيه، بكل عيلة من العيال بتلاقي شخص من نمرته. وكارتك بتتذكر؟ أخي بهدلك كتير لما قلت له بأنه هو يروح قلبه ينكر. كل ما غنيت الحب يا عيني على الحب كان يقعد يبهدلني طول الوقت. خلاص شايفك غزلت، ما هيك أخي؟ خلي إشكي تعرف أنه أنت كمان بتحبها يعني مثل بعضكم. يعني إنه كل اللي قلتيه كان كذب، وهيك إشكي حست إنه انتصرت، وبعدين نحن رح نقلب الطاولة عليها. واو، شكراً للقدير إنه في شخص سيء أكتر مني. بس ستي أهان طول وقته مشغول بإشكي مع إنه ما أنا جنبه، شو حنعمل؟ هو حاسس إنه معروفة دين برقبته، لهيك هنن قريبين لبعض مع إنه نبعاد. بس هلأ بتشوفي، هلأ أهان ممنون لمعروفي يلي عملته بإني وافقت على علاقته بإشكي وما عرضت العلاقة، وهلأ هو حاسس إنه هذا الشي حلو وأنا كتير مبسوطة. لهيك مو مهم شو ما قلت له ومو مهم شو رح أعمل له، هي ما رح ترد علي أبداً. وإذا هي ردت علي ساعتها هي مضطرة ترد على أهان كمان. معناها إشكي رح تضل ساكتة؟ هي بنت عصبية، ما رح تضلها ساكتة كتير، أنا رح ضل استفزها، ومتأكدة ساعتها إشكي رح تفقد أعصابها. ووقتها بقول لأهان بأنه اختياره لهالبنت كان غلط، ومو أنا يلي رح انزع علاقتهم، بس رح خلي أهان هو يلي يلغي هاي العلاقة. أنا معك يا ستي، نحن التنتين رح نقلب الطاولة عليهم. المساء إشكي وآهان رح نعمل لهم حفلة الحنة. هاي مو حفلة حنة، رح تكون حفلة توسيخ. عمتي أنت كيف هيك رضيتي بهالكنة؟ فكري مرة تانية بالموضوع. أمي بترجاكي، شو عم تقولي أنت؟ ست سارلا، سعادتي ما بتفرق عن سعادة أهان أبداً، إذا هو حابب إشكي فليش لا؟ بس لازم الواحد يحس بشوية خجل مو هيك؟ لأنه أهان تبعك هرب وترك بنت السيد مهتة بدون أي سبب وراح، وإنتي هلأ عم تحددي حفلة أهان وإشكي بمنتجعه. ليش لا عمتي؟ بنتي أبوكي غلطان كتير بموافقته على هالشي. إيه بابا ما وافق، بس أنا وافقت. أهان رفيقي وأنا بحب هاي العيلة كتير، لهيك بدي هالعيلة تضل مبسوطة وعم تحتفل بأفراحها هون. بنتي عن جد هذا ذوق منك، بس فكري مرة تانية، تقدري إنك تشوفي أهان عم يتزوج من وحدة تانية؟ هاد أكيد رح يجرحني ستي، بس مو مشكلة، يعني مادام أهان مبسوط فأنا مبسوطة. بتمنى لكم تكملوا بلا مشاكل. بترجاكي إشكي وافقي هلأ، أنت إلك حقوق على أهان هلأ، بس أنا كمان إلي حق الرفقة عليه، لهيك بترجاكي خليني أكون موجودة بحفلات رفقاتي. ما عم صدق إنه لسه في بنت منيحة مثلك عايشة لهلأ. قليلي إشكي،
ماشي، رح نعمل حفلة الحنة المسا هون. شو هذا اللي عم يصير سارلو؟ شكلها رح تصير مشكلة وكبيرة، لأنه وين ما بتكون إيشكي بتصير في مشاكل. خلينا نستنى لنشوف. ستي وافقت وريا صارت لطيفة، ليش هيك الكل مالهم على طبيعتهم؟ حاجة، أنت بتضل تشك طول الوقت، أنت واحد شكاك لفة. أكيد في شي عم ينطبخ، لازم أعرف. شو أنت ما فيكي إحساس أبداً؟ هديك البنت أخذت مكانك، وهلأ هي وأهان رح يتزوجوا، وحضرتك واقفة عم تشوفي كل شي قدامك وساكتة. بترجاكي تروقي، كل اللي عم تشوفيه تمثيل، وحتى عرس أهان وإيشكي كمان. بترجاكي لا تاكلي هم، هذا العرس ما رح يكمل، وغير هيك ستو لأهان واقفة معي، لهيك بس استني ورح تشوفي كيف هالعرس رح يلتغى. أول خطة من خططكن فشلت قدام عيونك، وهي الخطة رح تفشل كمان. وإذا هالشاب جن من بعدها لإيشكي عنه، ساعتها شو رح تعملي أنت ولا ستو؟ ست أهان ما رح تعمل شي، أنا اللي رح أعمل كل شي وبدون ما أخبرها بشي. عندي خطة تانية ماما، بس ست أهان ما رح توافق. لا تخليها تعرف، استني لحتى تتزوجي أنت وأهان، ساعتها كل العيلة حيضطروا يوافقوا هلأ ولا بعدين. اسمعي ريا، أهان لساته حاسس بالذنب من يلي عملوا معك، وقبل هالندم ما يروح حاولي تستغلي هالإحساس لمصلحتك وتزوجي. هيك رح أعمل ماما. السبب يلي مشانه بلشت قصة الحب بين أهان وإيشكي حيكون هو ذاته يلي رح ينهيها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.